السلام عليكم شباب تاني سنة، معاكم مستر محمد مد. احنا النهاردة في بارت 2 من Finding Limit of Function. المعاصر بيبقى عامل الاكسرسايز ده كفولو لسون 2، وبيبقى فيه لو 4. طيب وانا في شوية مسائل كده ليها علاقة باللونج ديفيجن عشان ما حلناش عليها في اللسون اللي فات يعني، فهنبدأ نحل برضو في الدرس ده اللونج ديفيجن. طيب اول سؤال معانا، أول سؤال هنا معانا بيقول لي limit لما x باور n minus a باور n over x باور m minus a باور m لما ال x كانت تندس طول a. طيب احنا أول حاجة هتيجي في دماغنا ان ده الريزلت، هنحل على طول، بس أنا عايزين كأننا بنعمل كده ايه summary كده. طيب مش دي ال x تندس طول a؟ أنا عشان أستخدم لو 4 لازم ال x دي تبقى نفس الشكل بتاع دي نفس الشكل بتاع دي، أدي دي x ودي x ودي x، ده بقول عليه base، يبقى البيز زي البيز زي البيز، يبقى كده ده مش هتتحقق، لازم ده يبقى ماينس لازم ده يبقى ماينس. طب أول لما بلاقي الشكل ده تبقى الأنسر عبارة عن إيه؟ الباور اللي فوق على الباور اللي تحت، يعني إن أوفر إن. طيب البيز اللي هي قلنا كام؟ إيه؟ باور بقى، باور مين؟ الباور اللي فوق ماينس الباور اللي تحت. طيب مين من دول بقى الإجابة؟ لتر دي، يبقى أنا ببقى عايز أوصل إكستندس تول إيه؟ يبقى هنا في x وهنا في ايه ماينس ايه، هنا في x وهنا في ماينس ايه، نفس الباور اللي فوق نفسه الباور اللي فوق، ادام دي باور ان يبقى دي بتبقى باور ان. طيب الباور اللي تحت نفس الباور اللي تحت، لو دي باور ام يبقى دي كمان باور ام، الانسر بيبقى الباور اللي فوق على اللي تحت تايم ال a باور الباور اللي فوق ماينس الباور اللي تحت، وده اللي احنا بنحاول نوصل له. في مسائل على فكرة ممكن تلاقينا بنستخدم فاكتورايز وممكن تتحل بلو فور، يبقى أنا بحاول أوصل للشكل ده من لو فور، عرفت أوصل له يبقى حلها بالقانون على طول، ما عرفتش أوصل له يبقى فكر في حاجة تانية، بس لازم اللي هنا يبقى زي اللي هنا زي اللي هنا، ال A تبقى زي ال A تبقى زي ال A، الباور اللي فوق زي الباور اللي فوق، الباور اللي تحت زي الباور اللي تحت، عشان نقدر نستخدم لو فور. طيب هنا بيقول لي limit y باور 5 minus 32 over y minus 2 لما ال x كانت تندس 2 لما ال y كانت تندس 2 2. طيب يبقى انا اول حاجة هعملها بشيل ال y واحط مكانها ال 2، ف 2 باور 5 ب 32 و 2 minus 2، فهل الانسر هيطلع 0 over 0 unspecified quantity. طيب الشكل ده بقدر اظبطه على low 4، يبقى ال limit لما ال y تندس 2 2 y باور 5، طب ال 2 باور 5 ب 32 ودي y ماينس 2، يبقى دي y باور 1 ودي 2 باور 1، الباور اللي فوق على الباور اللي تحت تايم البيز اللي هي 2 باور الباور اللي فوق ماينس الباور اللي تحت، يعني 5 تايم 2 باور 4 اللي هي لتر دي. ليميت لما x باور 10 ماينس 1 اوفر x ماينس 1 لما ال x تندس تو 1، اول حاجه اعملها هشيل ال x واحط مكانها 1، 1 minus 1 ودي 1 minus 1 طلعت 0 over 0 unspecified quantity، يبقى limit لما ال x tends to 1، الشكل ده اقدر اظبطه على شكل الثيرم بتاعتي، يبقى x باور 10 minus 1 باور 10 over x minus 1، الباور اللي فوق على تحت تايم ال base اللي هو 1 باور 10 minus 1، كده كده 1 باور اي حاجة ب 1، فالانسر هيطلع 10 اللي هي letter D. limit لما ال x tends to 2 x باور negative 1 و 2 باور و 2 باور minus 2 باور negative 1 x باور negative 4 minus 2 باور negative 4، أول حاجة شلنا ال x وحطينا مكانها 2 فالأنسر طلع 0 over 0 unspecified quantity. طيب يبقى limit لما ال x tends to 2، طيب الشكل القصادي ده شكل إيه؟ أيوة ده شكل low 4. طيب يبقى إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن أنا باخد الباور اللي فوق ماشي over الباور اللي تحت تايم البيز اللي هي كام؟ 2 باور الباور اللي فوق ماينس الباور اللي تحت، هتديني 1 اوفر 4 تايم 2 باور 3، 1 اوفر 4 تايم 2 باور 3 اللي هي هنا راحت رايحة مدياني كام؟ راحت رايحة مدياني 2 اللي هي لتر A. x باور 5 بلس 1 اوفر x بلس 1، طيب أول حاجة أعملها أشيل x وأحط مكانها نيجاتيف 1، لقيت الانسر بتاعي اداني كام؟ ما هي دي نيجاتيف 1 باور 5 بلس 1، ادتني 0 اوفر 0 اللي هو ماله؟ unspecified quantity. طيب
انا هنا بقى ده ايه جه في دماغي، جه في دماغي لو فور. طيب لو فور لازم ايه؟ لازم ادي اكس باور 5. تمام، لازم هنا يبقى في ماينس. طب انا ممكن اعمل كده، مش البوزيتيف دي جت عن طريق ايه؟ نيجاتيف تايم نيجاتيف، فانا خليت النيجاتيف هنا وادي نيجاتيف 1 باور 5. مش نيجاتيف 1 باور 5 دي بنيجاتيف 1 وجنبيها نيجاتيف يعني بلس 1. ادي اكس ماينس نيجاتيف 1. يبقى ايه يا شباب اللي انا عملته هنا؟ انا عندي البوزيتيف دي اقدر اقسمها لنيجاتيف ونيجاتيف، فانا خليتها نيجاتيف تايم نيجاتيف 1 باور 5. طب بعدين يا مستر؟ خلاص ده كده الشكل اللو بتاعي، ده باور 1 وده باور 1، الباور اللي فوق على اللي تحت تايم البيز اللي هو كام؟ بنيجاتيف 1. باور الباور اللي فوق ماينس الباور اللي تحت، يعني 5 تايم نيجاتيف 1 باور 4. يبقى الانسر عبارة عن كام؟ الانسر عبارة عن 5 اللي هي لتر A. ليميت لما ال x تندس تو 2 x باور 5 ماينس 32 و x باور 3 ماينس 8. هنشيل ال x ونحط مكانها 2، 2 باور 5 ماينس 32 و 2 باور 3 ماينس 8 0 اوفر 0 unspecified. يا مستر هو انا اي مساله ليميت لازم اعوض بيه الرقم كده في الاول؟ لان هو اوقات في وسط الاكسرسايز كده هتلاقيه يروح رايح حاطط لك حاجه تطلع بالتعويض على طول، وانت لو اشتغلت عليه حتى هتتضايق مش هتطلع معاك وهيبقى الموضوع رخم يعني. فانت اول لما تلاقي ليميت اعوض الاول. طيب ادي ليميت، انا جه في دماغي ان انا اعمل ايه؟ ان انا اعمل استخدم له 4، ادي دي اكس باور 5 ماينس البيس 2. طب 2 باور 5 ب 32؟ اه، يبقى 2 باور 5 اكس باور 3. طب 2 باور 3 تديني 8. اه، يبقى انا كده ظبطت اللو. ادي 5 اوفر 3 تمام من البيز 2، باور الباور اللي فوق ماينس الباور اللي تحت، يبقى 5 اوفر 3 تايم 2 باور 2 تايم 2 باور 2. ليه راحت طلع لي كام؟ اللي هي طلعت لي هنا 6. لما اتعملناها على الكالكليتر طلعت 6 2 اوفر 3 لما خليناها فراكشن، اللي هي لتر دي. لما x تندس 2 هاف تمام، يبقى لو عشان استخدم لو فور لازم هنا يبقى فيها، بس الاول انا هشيل ال x واحط مكانها كام؟ 1 اوفر 2 عشان اشوف هتطلع لي 0 اساسا ولا لا. ادي 32 تايم 1 اوفر 2 باور 5 ماينس 1، لقيت طلعت 0 اوفر 0 unspecified quantity. حلو قوي. افكر ازاي؟ في عندي هنا طريقتين للحل. انا اول حاجه قلت هاخد التندس اشتغل عليها، دي باور كام؟ اكس تندس 2 كام؟ 1 اوفر 2. طيب نعمل تايم 2 هتبقى 2 اكس تندس 2 كام؟ 2 1. يبقى انا هنا اصلا خدت بالي من ايه؟ ما دي 4 فانا اقدر اخليها 2 اكس باور 2، ودي 32 اقدر اخليها 2 اكس باور 5. فالتاني يقول لي لا انا هاخد من الاثنين 4 كومن، تبقى دي 1 اوفر 4 اللي هي 1 اوفر 2 باور 2، صح برضو. طيب المهم ادي ليميت لما 2 اكس تندس 2 كام؟ تندس 2 1. طب احنا اتفقنا ان الفور اكس باور 2 دي اصلها ايه؟ 2 اكس اول باور 2 ماينس 1 باور 2. طيب ال 32 اكس باور 5 دي اصلها ايه؟ 2 اكس اول باور 5 ماينس 1 باور 5. يبقى انا هنا انا احنا متفقين ايه في اللو ده؟ ان انا لازم ده يبقى زي ده، وده لازم يبقى زي ده، واللي في النص لازم يبقوا ماينس. طيب الباور اللي فوق على الباور اللي تحت يبقى 2 اوفر 5، البيز اللي هي 2 1 باور 2 ماينس 5. كده كده ده مش هيفرق معايا، يبقى الانسر هنا عباره عن ايه؟ عباره عن 2 اوفر باور 5، 2 اوفر 5 اللي هي لتر A. طب ليه ده مش هيفرق معايا؟ لان 1 باور اي حاجه ب 1. ليميت لما الاكس تندس 2 نيجاتيف 2. اول حاجه اعملها هشيل الاكس احط مكانها نيجاتيف 2. نيجاتيف 2 باور 7 بلس 128 نيجاتيف 2 باور 4 ماينس 16، اديتني 0 اوفر 0 اللي هي ان سبيسيفايد كوانتيتي. يبقى ليميت لما الاكس تندس 2 نيجاتيف 2 انا عايز اخليها لو 4 عشان هي الاسهل لي. طيب انا عندي كذا شرط، هنا في اكس، طب هنا كمان في اكس، بس خلي الاكس دي اكس باور كام؟ اكس باور 7. طيب لازم دي تبقى ماينس، حلو خليها ماينس نيجاتيف 2 باور 7. استخدم كده نيجاتيف 2 باور 7 لقيتها 127 128، يبقى انا ماشي صح. طيب ليه خلينا دي ماينس؟ ما انا بص ده باور قد، فعلى النيجاتيف هيطلعه بره، فالنيجاتيف نيجاتيف ترجعني بوزيتيف، انا بظبط شكل النوع. ادي اكس باور 4 ماينس نيجاتيف 2 باور 4. طب يا مستر لا يا حبيبي انت بص بقى، ما هو ده الباور ايفن فهياكل النيجاتيف، انت ظبط شكل اللون.
دام هي له 4 ظبط شكل اللون، يبقى هنا 7 over 4 تايم نيجاتيف 2 باور 7 ماينس 3 ماينس 4 باور اللي فوق على الباور اللي تحت، ادي 7 over 4 معانا، وادي نيجاتيف 2 باور 7 ماينس 4 اللي هي بكام؟ اللي هي ب 3. يبقى انا الاجابة عندي 7 over 4 تايم نيجاتيف 8 تايم نيجاتيف 8 اللي هو الانسر نيجاتيف 14 اللي هي لتر سي. يبقى انا هنا لازم اظبط شكل اللون بحيث ايه ده يبقى زي ده، والنيجاتيف 2 تبقى موجودة هنا وهنا، باور اللي فوق زي الباور اللي فوق، الفور تبقى زي الفور. ليميت لما الاكس تندس تو 16 ادي فورث روت الاكس باور 5 ماينس 32 وادي اكس ماينس 16. اول حاجة هشيل الاكس واحط مكانها 16، يبقى فورث روت ل 16 باور 5 ماينس 32 اوفر 16 ماينس 16 طلعت 0 اوفر 0 اللي هي مالها ان سبيسيفايد كوانتيتي. ادي ليميت لما الاكس تندس تو 16. نركز بقى هنا مع بعض، احنا اتفقنا ان لو عندي فورث روت لاكس باور 5 ايه اللي بيحصل هنا؟ لازم اظبط شكل المساله دي، انا عايزها اكس. طيب من واحنا صغيرين لما كان بيبقى عندي روت اكس كنا بنقول ايه؟ الباور اللي جوه على الباور اللي بره، يعني دي كانت بتبقى اكس باور كام؟ 1 اوفر 2. لما كانت بتبقى كيوب روت بتبقى 1 اوفر 3. طيب هنا بقى مين الباور اللي جوه؟ 5. طب مين الباور اللي بره؟ 4. يبقى اكس باور 5 اوفر 4، هنا عندي اكس باور 5 اوفر 4 ماينس، وادي اكس ماينس 16، دي باور 1 ودي باور 1. طب انا عايز اللي فوق دي، ما انا عايز دي تبقى 16. طب كتبت 16، طب الباور هنا كام؟ 5 اوفر 4، يبقى دي لازم تبقى كام؟ 5 اوفر 4. طب عشان اتاكد اعمل تشيك كده ان انا حلل صح، اروح رايح اعمل ايه؟ ادي 16 باور 5 اوفر 4 لقيتها طلعت كام؟ 32، يبقى انا ماشي صح. طيب ادي ده زي ده زي ده، 16 16 16 نيجاتيف نيجاتيف ده له 4، الباور اللي فوق على الباور اللي تحت تايم البيز اللي هو 16، الباور اللي فوق ماينس الباور اللي تحت. اشتغلنا الكلام ده كله على الكالكليتر لقيناه راح مطلع لنا كام؟ 5 اوفر 2 اللي هي لتر بي، اللي هي لتر بي. ليميت لما اتش تندس تو 0، اتش تندس تو 0 يعني احنا ال اتش اللي هنا يبقى لازم هنا يبقى فيه اتش، وهنا كمان لازم يبقى فيه اتش. طيب لما الاكس تندس تو 0، طيب هم مبدئين كده بس، هي الاكس دي عباره عن ايه؟ الاكس دي كده بالنسبه لي رقم اي نمبر يعني. طيب يبقى انا بحاول اظبط الشكل اللي قصادي ده، يبقى ليميت لما الاتش تندس تو 0 انا عندي هنا اكس بلس اتش ماشي باور 7 ودي اكس باور 7. طيب مبدئيا كده انا مينفعش اشتغل طول ما دي اتش ودي اكس بلس اتش ودي عليها باور 7، فانا مش عارف العب هنا، يبقى لازم اظبط التندس. طب التندس دي عشان تتظبط محتاج اعمل ايه؟ محتاج اعمل بلس اكس هنا وبلس اكس هنا، يبقى دي كده اكس بلس اتش تندس تو اكس. حلو قوي يا مستر. طب احنا كده قدرنا نظبط دي تبقى زي دي. طب هنا دي اتش بس، طب انا عايز اخلي في اكس معاها، يبقى اعمل لها بلس اكس ماينس اكس. ايه ده؟ لا انا مش فاهم، يعني عملنا اكس بلس اكس؟ بص يا حبيبي، انت لو زودت هنا اكس تقدر تشيل الاكس دي عادي، ما انت ما انت انت كان معاك ايه؟ كان معاك اتش، رحت رايح عملت ايه؟ عملت بلس اتش بلس اكس ماينس اكس، يعني انت كده ما عملتش حاجه، ما اللي انت زودته نقصته. طيب ما انا هاخد دي كده اخليها باور 1 ودي باور 1، يبقى ده زي ده زي ده، اكس زي اكس زي اكس، باور 7 زي باور 7، 1 زي 1، يبقى الباور اللي فوق على الباور اللي تحت تايم البيز اللي هي هنا ايه؟ اكس باور الباور اللي فوق ماينس الباور اللي تحت، يبقى 7 اكس باور 6 اللي هي لتر بي. ليميت لما الاتش تندس تو 0، طيب انا هنا بقى مفيش اكس خالص، ده هو المساله كلها عباره عن ايه؟ عباره عن اتش. طيب ادي 3 اتش ماينس 1 اول باور 5 بلس 1 ودي 5 اتش. بص هو مبدئيا كده البراكت المقفول عليه ده انا مش عارف اجي كامله، طيب اي حاجه تانية لازم تبقى زي البراكت اللي فوق ده. طيب انا هشتغل على التندس كده في الاول، ادي اتش تندس تو 0 انا عايز اخليها 3 اتش ماينس 1، يبقى اول حاجه اعمل هنا تايم 3 وهنا تايم 3 بقت 3 اتش تندس تو 0. طب عايز اعمل ماينس 1، يبقى اعمل هنا ماينس 1 وهنا ماينس 1، ف
فبقت limit لما ال 3 h minus 1 tends to negative 1. طيب أول حاجة مش دي 5 تحت وأنا عايزها 3، خلاص ما ينفعش بقى أقسمها، لأن لو قسمتها هنا ل 3h plus 2h ب 2h دي هتبدأ عاملة لي أزمة، فأنا طلعت ال 5 بره. طب مش ال 5 دي في الدينومينيتور، فلما تيجي تطلع بتبقى اسمها 1 over 5. طيب أدي ده كده متظبط ماشي. اه لا ده مش متظبط جامد، ده هنا في بلس، فأنا هخليها نيجاتيف نيجاتيف 1 باور 5. حلوة، أنا عايز ال h اللي تحت دي تبقى اسمها ايه؟ تبقى اسمها 3. يبقى اعمل تايم 3 فوق واعمل تايم 3 تحت كده، برضو كأني ما عملش حاجة. طيب عايزها تبقى ماينس 1، اعمل ماينس 1 بلس 1. يبقى ايه يا مستر الحاجات دي كلها؟ انا اول حاجة ال 5 طلعناها بره تمام. طيب تاني حاجة دي 3h، يبقى لازم هنا يبقى في 3. طب مش انا ممكن اعمل تايم في النوميريتور كله والدينومينيتور كله تايم 3؟ اه طب الدينومينيتور كان فيه مين؟ كان فيه h، فانا عملت لها تايم 3 يبقى 3h. طيب عايزها تبقى ماينس 1، فعملت ماينس 1 بلس 1. طيب بعدين كده في بره في ايه؟ انا طالع هرمي 3 دي بقى بره الليمت، تبقى 3 اوفر 5. ادي ليمت، بص بقى انا هكتبها تاني عشان تبان قصادك، ماينس 1 تندس تو نيجاتيف 1، ادي 3h ماينس 1 باور 5 ماينس نيجاتيف 1 باور 5، ادي 3h ماينس 1 باور 1 ماينس نيجاتيف 1 باور 1. بس كده يا مستر، ده كده ثيرم 4 او ذا لو. طيب ادي دي 3 اوفر 5، حلو جميل. طيب الباور اللي فوق على الباور اللي تحت، طيب البيز اللي هي نيجاتيف 1، الباور الباور اللي فوق ماينس الباور اللي تحت، دي ب 1 باور نيجاتيف 1 باور 4 يعني ب 1. 5 هتين مع 5 الانسر هيطلع كام؟ الانسر هيطلع 3 اللي هي لتر سي. طيب السؤال اللي بعده، الاكس كانت تندس تو 1، حلو قوي يا مستر. احنا ايه اول حاجه بنعملها؟ بنشيل الاكس ونحطه مكانها 1، ادي 1 باور 6 ماينس 64، ادي 1 ماينس 2. يا مستر احنا قعدنا نعوض في كل المسائل وجت هنا بقى نفعك، ادي 1 باور 6 ماينس 64 دي بنيجاتيف 63. طيب اوفر نيجاتيف 1 يعني الانسر 63 اللي هي لتر دي. ليميت لما الاكس كانت تندس تو 0 تمام. بعدين عندي x plus 2 power 5 minus 32. طب أول حاجة بنعمل إيه؟ نشيل x نحط مكانها 0، يبقى 0 plus 2 power 5 minus 32 over 0. الكلام ده 0 over 0 unspecified quantity. طيب يا مستر أدي limit لما ال x tends to 0، أدي x plus 2 power 5. آه بص بقى يا أستاذ، ادي اول حاجه دي كده x بلس 2، يبقى انا لازم كنت اظبط شكل التنس، x تندس تو 0 اعمل لي يا عم هنا بلس 4 بلس 2 بلس 2، يبقى x بلس 2 تندس تو 2، يبقى دي بلس 2 تندس تو 2. طيب ادي ماينس، اه هنا خلاص بقى في 2، يبقى انا لازم دي تبقى 2. طب ما 2 باور 5 فعلا ب 32 تمام جدا. ادي x اقدر اعمل ايه؟ بلس 2 ماينس 2، دي باور 1 ودي باور 1. بس كده قدرنا نظبطها، ده شكل الثيرم 4 او ذا لو. يبقى 5 اوفر 1 تايم البيز اللي هي 2 الباور اللي فوق ماينس الباور اللي تحت، يعني 5 تايم 2 باور 4. 5 تايم 2 باور 4 دي اللي هي طلعت كام؟ طلعت 80 اللي هي لتر سي. ليميت لما الاكس كانت تندس تو 5 اكس ماينس 3 باور 7. اعرف كده من الاول، شايف الاكس تندس تو 5 دي ما تنفعش، لان دي على x ماينس 3 وعليها براكت باور 7، ده براكت قافل على نفسه ما ينفعش اي حد يدخل جوه. طيب هو قافل الباب ده باور 7. طيب يبقى انا محتاج ايه؟ محتاج ان تبقى x ماينس 3، يبقى هعمل x ماينس 3، يبقى عملت ماينس 3 هنا وماينس 3 هنا. 5 ماينس 3 بكام؟ ب2. يبقى ليميت لما x ماينس 3 تندس تو كام؟ تندس تو 2. حلو قوي يا مستر، انا تمام انا فاهم، دي x ماينس 3 ودي 2، يبقى لازم دي تبقى x ماينس 3 هي موجود باور 7 ماينس دي، لازم تبقى كام؟ تبقى 2 باور 7. طب نتأكد 2 باور 7 128 صح. طب دي x ماينس 5، قسم يا حبيبي الماينس 5 تبقى x ماينس 3 ماينس 2، يا دي متظبطة زي الفل، ده باور 1 وده باور 1. طيب الباور اللي فوق على الباور اللي تحت، تايم البيز باور الباور اللي فوق ماينس الباور اللي تحت،
يعني 7 تايم 2 باور 6. 7 تايم 2 باور 6 دي اللي هي طلعت بكام؟ طلعت ب 448 اللي هي لتر دي. ليميت لما الاكس تندس تو 2 وعندي براكت اكس بلس 1 اول باور 4، يبقى انا عارف ان الاكس تندس تو 2 دي مش هينفع تكمل معايا. مستر طب عشان احنا هنا بنحل ذا لو فانت تشرح لي كده. لا ما انت بص ادي دي اكس بلس 1 اول باور 4 ماينس 81، ايه نوع الفاكتورايز اللي انت هتعرف تعمله هنا؟ تصدق ممكن تقول لي difference between two squares. طيب ممكن الاولاني ال square root والتاني ال square root وفي النص ماينس، اشتغل واحد جت في دماغه، يعني ممكن المسألة تروح في كذا اتجاه. طيب انا جه في دماغي الاول، بس برضو احنا عوضنا هنا بالتو فطلعت 0 over 0 unspecified. انا جاي في دماغي ان انا عايز احلها لو 4، عايز اشوف هتنفع ولا مش هتنفع. طيب دي كانت x tends to 2، طب اعمل لي بلس هنا يا معلم، ادي x بلس 1 تندس 2 بلس 1 طلعت كام؟ طلعت 3. يبقى انا الليمت بتاعتي x بلس 1 تندس 2 3. طيب ادي دي x بلس 1 باور 4 ماينس 3 باور 4، ما 3 باور 4 ايكوال 81. طيب دي x بقى مستر ماينس 2 ماينس 2، انا عامل ايه؟ طول عامل يا حبيبي بلس 1 ماينس 1، ادي ماينس 2 ماينس 1 ماينس 2 ماينس 1 دي بكام؟ بنيجاتيف 3، وهي دي اللي انا عايزها. يبقى هنا في ماينس 3، ده باور 1 وده باور 1، ده زي ده زي ده، ده زي ده زي ده، نيجاتيف نيجاتيف الباور اللي فوق على تحت تايم 3 باور الباور اللي فوق ماينس الباور اللي تحت، يبقى ايكوال 4 تايم 3 باور 3. 4 تايم 3 باور 3 دي ادتني 108 اللي هي لتر دي. ليميت لما x تندس تو 9 كانت 3 ماينس روت x و 27 ماينس x بار ايه سكوير روت x بار 3. طيب دي x تندس تو 9. طب انا ممكن اول حاجه رحت رايحه قايل ايه؟ ادي ليميت لما x تندس تو 9، يعني ايه سكوير روت x؟ قلنا الباور اللي جوه على الباور اللي بره، الباور اللي بره في السكوير روت بيبقى 2، يبقى دي x بار كام؟ x بار هو دي 27 ماينس الباور اللي جوه على الباور اللي بره، يبقى باور 3 اوفر 2. بصوا يعني احنا هنا اتفقنا ايه؟ ان لازم يبقى هنا ده هنا اكس، يبقى هنا اكس، يبقى هنا اكس، فانا هاخد نيجاتيف كومن. لما باخد من هنا نيجاتيف كومن مين اللي هيبقى بوستر؟ تبقى الاكس باور هاف هي البوستر ماينس 3. طيب ناخد من هنا كمان نيجاتيف كومن، هتبقى اكس باور 3 اوفر 2 ماينس 27. النيجاتيف دي طارت مع النيجاتيف دي. تمام يا مستر، نبدأ نظبط بقى. ادي دي ليميت لما الاكس تندس تو 9 اكس باور هاف زي الفل، دي اكس ودي اكس. طيب دي ينفعش تفضل زي ما هي 3، دي لازم تبقى 9 زي ده. طب ما نخليها 9 باور هاف، ما 9 باور هاف ده 3، 9 باور هاف لانها طلعت 3 صح. طيب تعال نشوف اللي تحت بقى، اكس باور 3 اوفر 2 زي الفل ماينس 9 باور 3 اوفر 2، 9 باور 3 اوفر 2 دي اللي ادتني 27 زي الفل، ده زي ده زي ده 9 الباور اللي فوق على الباور اللي تحت تايم البيز اللي هي 9 باور الباور اللي فوق ماينس الباور اللي تحت، حسبناها على الكالكليتر لانها طلعت 1 اوفر 27 اللي هي لتر بي. ليميت لما x تندس تو 2 x باور 5 ماينس 32، اول حاجه هتيجي في دماغي اشيل الاكس واحط مكانها 2، 2 باور 5 ماينس 32 ب 0، ادي 2 باور 2 بلس 3 تايم 2 دول ب 10 ماينس 10 0، يعني 0 اوفر 0 ان سبيسيفايد. طيب انا ايه مشكلتي هنا؟ انا مشكلتي هنا في الفاكتورايز، انا مش عارف ان انا السؤال ده ذا سيرم 4 او ذا لو. طيب أول حاجة تيجي معايا فاكتور عندي x باور 5 ماينس 32. طيب يا مستر احنا برضو كده كده هنعمل فاكتورايز يا مستر لأن ما قداميش أي حل، أدي ده x تندس تو 2 x باور 5 ماينس 32 دي هسيبها زي ما هي. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل فاكتورايز للي تحت، لقيتها طلعت كام؟ x ماينس 2 وأدي x بلس 5. طيب أدي دي 2 أدي دي x سوري وأدي دي 2 وأدي x وأدي 2 وأدي x و2 باور 5 ب 32، يبقى مين اللي عامل لي مشكلة؟
ال x بلس 5 الموجودة في الدنومينيتور دي 8 7 ليميت، خليها x تندس تو 2 1 over x بلس 5 تايم، احنا خدنا دي كده وهي عشان موجودة في الدنومينيتور فخليناها تحت، تايم مين؟ ليميت لما ال x تندس تو 2. تمام يا مستر، ايه بقى دي؟ x باور 5. تمام، انت قلت 2 باور 5 ب 32. تمام، ادي x ماينس 2. حلو قوي، دي كده زالو ودي كده هنشيل ال x نحط مكانها 2، شلنا ال x حطينا مكانها 2 ادتنا 1 اوفر 7. طيب مش دي زالو؟ ماشي، يبقى 5 اوفر 1 الباور اللي فوق على تحت تايم 2 باور الباور اللي فوق ماينس الباور اللي تحت. عملنا الكلام ده كله على الكالكليتور لقيناه طلع ب 80 اوفر 7، 80 اوفر 7 اللي هو لتر بي. اف ال اف اكس ايكوال اكس باور 5 والجي اكس ايكوال اكس باور 2 ماينس 4، عايزين نجيب ليميت للشكل ده. اهم هو بيحاول يلخبطك ولا اكتر ولا اقل. ادي ليميت لما الاكس تندس تو 2، ماشي، مين الاف اكس؟ اكس باور 5 ماينس 32. مين الجي اكس؟ اكس باور 2 ماينس 4. يا مستر ده سؤال تافه جدا. ايوه، عشان كده سايبهولك انت اللي تحله. ليميت لما الاكس تندس تو 2، ما هو اللي بيتفرج عليا لازم يبقى فاهم وعارف ان الاسئله دي المفروض ان انت حللها، ان انا دلوقتي بشرح لك السؤال مش كشرح لاول مره، لا ده شرح علشان انت تفهم السؤال، مش تفهم الدرس، تفهم السؤال ده بيتحل ازاي. المهم ان انا عندي هنا ده الاكس وادي دي اكس، وده هنا 2 وهنا 2 باور 5 وهنا اكس باور 2 وهنا 2 باور 2، يبقى كده ده زلو فاي الباور اللي فوق على تحت تايم 2 باور الباور اللي فوق ماينس الباور اللي تحت، هتطلع لي 5 اوفر 2 تايم مين؟ 2 باور 3 اللي هي ادتني على الكالكليتر 20 اللي هي لتر بي. ليميت لما اكس تندس تو ايه؟ حلو جدا، اكس باور ان ماينس ايه باور ان، اكس باور ام ماينس ايه باور ام، الكلام ده ايكوال ان اوفر ام، ده الانسب يعني. طيب يا مستر، طب الكلام ده جميل، احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا اول حاجه هنعملها هنعمل ايه؟ هنطلع الانسب بتاع ده، الباور اللي فوق على الباور اللي تحت تايم الاي باور الباور اللي فوق ماينس الباور اللي تحت، الكلام ده ايكوال ان اوفر ام. طيب ان اوفر ام هنا وان اوفر ام هنا راحوا مع بعض، يبقى الاي باور ان ماينس ام، الكلام ده ايكوال مين؟ 1. اول كيس عندي ان يعني انا هنا عندي اجابتين، يا اما الباور ده يبقى بزيرو تبقى ال n ماينس m ايكوال زيرو عشان تبقى ال n ايكوال ال m، يا اما البيزز تبقى قد بعض، يا اما ده يبقى بايه؟ ما هو ده الحالتين اللي خليهم يبقوا قد بعض، يبقى ال a ايكوال كام؟ 1. لا ثانية، ما هو يا اما ال a ما هو هو يا اما هنا ايه؟ يا اما الباورز تبقى قد بعض، فدي فده هنا عشان يبقى equal 1 لازم ده يبقى باور 0 تبقى ال n minus m equal 0، يا اما ال basis تبقى قد بعض فال a تبقى قد مين؟ ال a تبقى قد 1. طب مين من دول تنفع اجابة عندي؟ ان ال a تبقى قد ال 1. limit لما ال x tends to a هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن x باور 2 هي x باور 8 minus a باور 8 over x باور 6 minus a باور 6، الكلام ده equal 48. طب انا هحل يا مستر مسألة عادي جدا، d 8 over 6 تمام تايم a باور 8 ماينس 6، الكلام ده ايكوال 48، يبقى 8 over 6 تايم a باور 2 ايكوال 48، ال 8 over 6 دي تايم تروح السايد التاني تبقى ديفايد، يبقى ال a باور 2 ايكوال 48 اوفر كام؟ 8 over 6 اللي ادتني كام؟ 36. طب احنا عايزين نجيب ال a، الباور 2 ده يروح السايد التاني يبقى بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت ل 36، يعني بوزيتيف اور نيجاتيف كام؟ 6. ليميت لما ال x تندس تو 5، ماشي يا مستر، كانت x بلس 3 ماينس 2 اوفر x ماينس 5. طيب اول حاجه ده انا هنا عندي براكت، ما هو انا مش ده كله عليه باور 1، انا عايز اخلص من كيوب روت ده عشان اعرف احل. يا مستر مش اول حاجه بنشيل x ونحط مكانها 5، شيل ال x واحط مكانها 5، ده انا كيوب روت لل 8 ب 2، 2 ماينس 2 0، 5 minus 5 0 unspecified quantity، يبقى دي كده x plus 3 whole power 1 over 3 minus 2 over x minus 5. مين البراكت اللي مقفول عليه؟ x plus 3 power 1 over 3، يبقى لازم دي تبقى x plus 3 ولازم دي تبقى x plus 3.
فانا عندي هنا x تندس تو 5، يبقى اعمل بلس 3 هنا وبلس 3 هنا، بقت ال x بلس 3 تندس تو 8، يبقى limit لما ال x بلس 3 تندس تو 8. ادي x بلس 3 باور 1 اوفر 3 ماينس، ما هنا لازم تبقى 8 باور 1 اوفر 3 ب 2، 8 باور 1 اوفر 3 لقيتها ادتني كام؟ لقيتها ادتني 2. طيب دي x ماينس 5 اللي عملناها قبل كده، لا عملناها قبل كده تاني مستر، انا عايزها بلس 3. ماشي يا حبيبي، اعمل بلس 3 ماينس 3. طب يعني هنا في ماينس 3 وهنا في ماينس كام؟ 5، يبقى الانسر ماينس كام؟ ماينس 8، ده باور 1 وده باور 1. طيب الانسر بتاعي هيبقى عبارة عن ايه؟ الباور اللي فوق، حلو، تايم 8 باور الباور اللي فوق ماينس الباور اللي تحت، يبقى 1 اوفر 3 تايم 8 باور 1 اوفر 3 ماينس 1، على الكالكليتور ادتني 1 اوفر 12 اللي هي لتر اي. ليميت لما x بلس 5 اوفر باور 5 اوفر 2 ماينس 1 اوفر x. طيب انا عندي براكت مقفول على اليمين، هو ال 1 بلس x، يبقى دي اعمل لها بلس 1 هنا بلس 1 هنا، يبقى ليميت لما ال x بلس ال 1 تندس تو ال 1، ادي بقت x بلس 1 اول باور 5 اوفر 2 ماينس 1 باور 5 اوفر 2 1. طيب انا عايز دي هنا دي تبقى x بلس 1 ماينس 1، تقدر انت قدها تعمل بلس 1 هنا وماينس 1 هنا، ده باور 1 وده باور 1. طيب بعدين الباور اللي فوق على الباور اللي تحت، يعني 5 اوفر 2 اوفر 1 تايم 1 باور الباور اللي فوق ماينس الباور اللي تحت. عملنا الكلام ده على الكالكليتور لقينا ادانا كام؟ لقينا ادانا 5 اوفر 2، 5 اوفر 2 اللي هي لتر ايه. السؤال ده كان موجود في الاكسرسايز اللي قبله بس انا كنت سايبه عشان ما كنتش لسه اديت اللونج ديفيجن. يعني انا اول حاجه اعملها اشيل الاكس واحط مكانها 2، تمام، بعدين تلاقي اللي فوق 0 واللي تحت 0، يبقى ده ان سبيسيفايد كوانتيتي. طيب عايز اعمل فاكتورايز، عايز اعمل له 4، عايز اعمل اي حاجه من الحاجات دي، مش عارف، فرحت رايح اعمل ايه؟ جه في دماغي على طول مين؟ هو اللي تحت طبعا ليه فاكتورايز، يعني اللي تحت ده ينفع اعمل له فاكتورايز عادي يعني. اه بص، دي ليميت لما الاكس تندس تو 2 مود 5 3 او مود 3 3 على حسب نوع الكالكليتور. مين الكوفيشنت اوف الاكس بار 2؟ 3. مين الكوفيشنت اوف الاكس؟ نيجاتيف 8. مين رقم لوحده؟ 4. فطلعت لي على الكالكليتور اكس ماينس 2 وادي 3x. اه بص، هي الكالكليتور طلعت لك كام؟ الكالكليتور طلعت لك 2 x equal 2، فانت بتروح رايح عاملها ازاي كبراكت x minus 2. طب الكالكليتور طلعت لك x equal 2 over 3، طب انت ازاي هتعملها كبراكت؟ ال 3 بتروح لل x، فيبقى اسمها 3x minus 2، بتعمل change للساين، تبقى دي 3x minus 2. طيب اللي فوق ده انا مش عارف اعمله factorize عشان ده x power 3 x، فرحت رايح جاي في دماغي ايه؟ ما هو نوع من انواع الفاكتورايز هو الفاكتورايزنج باي لونج ديفيجن. طيب بعمل ايه بقى في اللونج ديفيجن؟ اول حاجه بعملها بقول دي اكس تندس تو 2، يعني هنا في براكت اسمه اكس ماينس 2، انا ببقى عايز اجيب البراكت الثاني فبجيبه في اللونج ديفيجن. طب ايه الطريقه بتاعتنا؟ بروح واخد ال 2 هنا واخد الكوفيشن، مين ده هنا باور كام؟ باور 3، يبقى دي اسمها ثيرد. يبقى اول حاجه الباور 3 مين الكوفيشن بتاعها؟ 1. الباور 2 مفيش فبحط 0، الباور 1 نيجاتيف 7، الابسولوت 6. طب بعدين يا مستر كنا بنعمل ايه؟ بنعمل لاين كده؟ لا مش عاجبني، استنى نعمل لاين كده، نروح عاملين ايه؟ اول حاجه دروب لل 1، طب بعد الدروب تايم 1 تايم 2 2 بلس، يبقى انا اللي بيطلع اللي بيجي هنا بيتكتب دوره هنا، بعمل ما بينه وما بينه بلس، 0 بلس 2 0، بعد كده تايم 2 تايم 2 4 بلس نيجاتيف 7 بلس 4 بنيجاتيف 3 تايم تايم 2 نيجاتيف 3 تايم 2 نيجاتيف 6 بلس، اديتني 0. ادام دي كانت باور سيرد يبقى دي هتبقى باور كام؟ باور سكند. يبقى مين الباور سكند؟ اول واحد هنا ده، يبقى دي 1 اكس باور 2 بلس 2 اكس اللي اهو ده اللي عليه الدور، ده كان باور 2 يبقى ده باور 1 يبقى 2 اكس ماينس 3، ده ما فيهوش حاجه، وده دايما ما بيبقاش ليه فاكتورايز، ده كده بيبقى ايه؟ ده معانا كام؟ ادي الاكس ماينس 2 راحت مع الاكس ماينس 2، اللي اتبقى ده هشيل الاكس احطه مكانها 2، 4 بلس 4 ماينس 3 6 ماينس 2
الكلام ده على الكالكليتر لقيته اداني كام؟ 5 اوفر 4 اللي هي لتر A. limit لما 2x tends to 3 ادي 64 x باور 7 ادي 2 x باور 2 minus 3 x والكلام ده. انا اول حاجة اعملها اروح رايح اعمل ايه؟ انا خدت بالي ان في x فوق و x تحت، اروح رايح واخد ال x common. طيب يبقى limit، هو الراجل طيب، ادي 2x tends to 3 منين ان هي 2x؟ طيب و tends to 3 يعني هنا هيبقى في 2x وهنا هيبقى في 3. المهم خدت ال x common، يتبقى لي كام؟ 64 x بار 6 minus 729. خدت من هنا برضو x common، يتبقى لي 2x minus 3. ال x راحت مع ال x، يبقى لي ليميت لما 2x تندس تو مين؟ تندس تو 3. طيب ما انا ممكن اخلي هنا ايه؟ ادي 2x دي باور 6، جرب كده على الكالكليتور، 2 باور 6 3 تطلع كام؟ 64 ماينس، مش دي 3 يبقى دي 3 باور 6، جرب كده على الكالكليتور، 3 باور 6 729. ادي 2 باور x اول باور 1 ماينس 3 باور 1، بس كده خلاص، الباور اللي فوق على الباور اللي تحت تايم البيز اللي هي 3، الباور اللي فوق ماينس الباور اللي تحت، يبقى 6 تايم 3 باور 5، لأنها طلعت برقم كبير قوي اللي هو هيطلع كام هو قصادي هنا 1458. اللي بعديها أنا عندي limit لما الـ x tends to 1، شلنا الـ x وحطينا مكانها 1 طلعت 0 over 0. طيب أدي limit x tends to 1، الحاجة الوحيدة الواضحة قصادي إن اللي تحت ده bracket باور 2، يعني ده أصله كده x باور 1 x minus 1 تايم x minus 1، البراكت ده كده اتكرر كام مرة يعني؟ اتكرر مرتين. طب انا هنا عندي ايه؟ f روت لل x minus 1 ودي x روت لل x minus 1. انا بقى جه في دماغي، بس ده جه في دماغي انا، هيجي في دماغك انت ولا لا؟ دي بقى ايه؟ هتعتمد على ان احنا ايه كتر من الحل الكتير يعني. انا جه في دماغي ان انا اقسمها فبقت x tends to 1. طيب ودي x باور 5 خليتها x باور 1 اوفر 5 ماينس 1 باور كام؟ 1 اوفر 5 اوفر x ماينس 1 تايم ادي ليميت لما ال x تندس تو 1 دي x باور كام؟ 1 اوفر 8 ماينس 1 باور 1 اوفر 8 اوفر x ماينس 1. انا اقدر اوزع، ما اصل ده تايم، انا اقدر اخلي الاثنين دول كده مع بعض والاثنين دول كده مع بعض. طيب نطلع الانسر بتاع اللي فوق ده، الباور اللي فوق على الباور اللي تحت يبقى 1 over 5، 1 باور 1 over 5 minus 1 تايم الباور اللي فوق على الباور اللي تحت ب 1 over 8 تايم 1 باور 1 over 8 minus 1. الكلام ده على الكالكليتور لأنها تاني 1 over 40. شيل الاكس ونحط مكانها 0 طلعت 0 over 0 unspecified quantity، ادي ليميت لما الاكس تندس تو 0. طيب يا مستر انا مش في دماغي حاجة غير ان ده باور 3 كيوب روت 3، فانا اخليها 3x بلس 8 باور 1 اوفر 3 ماينس 2 اوفر x. طب مين البراكت المقفول عليه؟ 3x بلس 8، يبقى الx تندس تو 0 دي لازم تبقى ايه؟ لازم تبقى اول حاجه 3x، اعمل تايم 3 هنا وتايم 3 هنا تبقى 3x تندس تو 0. طيب ما هي بلس 8 يبقى 3x بلس 8 تندس تو 8. طيب بعدين ادي ليميت لما 3x بلس 8 تندس تو 8. طيب دي 3x بلس 8 باور 1 اوفر 3 ماينس 8 باور 1 اوفر 3 تمام. ايه بقى اللي عندي تاني؟ انا عايز اعمل هنا ايه؟ انا عايز هنا اخلي اللي تحت ده زي اللي فوق. طيب يبقى مضطر اعمل ايه؟ مضطر اعمل تايم 3، فبعمل براكت كده بس عشان اعرفه ان انا عملت تايم 3 فوق وتايم 3 تحت. حلو قوي، عايزها بلس 8 يبقى اعمل بلس 8 ماينس 8، يبقى المسألة بتاعتي فيها 3 فوق. طيب مين اللي اتبقى لي؟ ليميت لما 3x بلس 8 تندس تو 8، ادي 3x بلس 8 اول باور 1 اوفر 3 ماينس 8 باور 1 اوفر 3. هي مش 8 هنا باور 1 اوفر هو احنا هنا عايزينها كام؟ ما هي 8 باور 1 اوفر 3 دي اللي هي كانت ب2 يعني، ودي 3x بلس 8 whole power 1 ماينس 8 باور 1 تمام قوي، ادي 3 هتنزل. طيب الباور اللي فوق على الباور اللي تحت 1 اوفر 3 اوفر 1 تايم 8 باور 1 اوفر 3 ماينس 1. عملنا الكلام ده كله على الكالكليتر لان راح رايح طالع كام؟ دي نمبر كام؟ نمبر 4، لانه طلع 1 اوفر 4
لأنه طلع 1 over 4. ليميت لما الـ x تندس تو 1، يعني أول حاجة هنا هتيجي في دماغي، أول حاجة هتيجي في دماغي إن أنا أشيل الـ x وأحط مكانها 1، لقيتها طلعت 0 over 0 unspecified quantity. حلو أوي يا مستر. بعدين عايزين نحل، طيب اللي تحت ده ليه factorize؟ ليميت لما الـ x تندس تو 1، إيه الـ factorize بتاعي؟ x minus 1 ودي x plus 2. طب اللي فوق x باور 3 و x مش عارف اعمل له فاكتورايز، بس عارف اعمل له لونج ديفيجن. يبقى اول حاجه بعملها اللونج ديفيجن دي بتطلع ايه؟ تو براكتس. البراكت التاني بطلعه من اللونج ديفيجن، البراكت الاولاني بيطلع من التندس. يبقى دي x ماينس 1 باخد ال 1 واخد الكوفيشنت. مين الكوفيشنت؟ باور 3 x باور 3 1 x باور 2 0، ادي نيجاتيف 2 وادي 1. الايكويجن دي ثيرد ديجري. طيب بعدين برضو مش عاجبني، بعدين بننزل ال 1 ده تايم 1 تايم 1 ب 1 اللي بيطلع بعمل بلس 0 بلس 1 1 1 تايم 1 ب 1 نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 تايم 1 بالنيجاتيف 1 ادتني 0. دي لازم تبقى عملها سكند ديجري. يبقى دي اكس باور 2 بلس اكس ماينس 1. يبقى دي اكس باور 2 بلس اكس ماينس 1. ادي ده راح مع ده، هنشيل ال x نحط مكانها 1، 1 بلس 1 ماينس 1 وادي 1 بلس 2. الانسر اداني 1 اوفر 3. طيب يا مستر شوف السؤال اللي بعده. x باور 3 ماينس 8x ماينس 3 اوفر x باور 2 بلس 9، شيل ال x نحط مكانها 0 اديتني 0 اوفر 0 ان سبيسيفايد كوانتيتي. طيب ادي ليميت لما ال x تندس تو 3 اللي تحت difference between two squares، يعني square root الأولاني بـ x مرة ماينس ومرة بلس، square root للتاني بـ 3، أدي 3 وأدي 3. طب اللي فوق long division، يبقى أول حاجة بعمل bracket اللي هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن x minus 3، بعمل change the sign. طب عايز أجيب البراكت التاني، أدينا خدنا الـ 3، ناخد الـ coefficient بقى، أدي بقى أدي الـ coefficient of الـ x power 3 بكام؟ بـ 1. طب الـ coefficient of الـ x power 2 بزيرو. طب الكوفيشنت في الاكس نيجاتيف 8، طب الابسولوت نيجاتيف 3، دي المفروض مالها ثيرد ديجري. نعمل دروب داون لل 1، 1 تايم 3 ب 3 نعمل بلس 0 بلس 3 ب 3، 3 تايم 3 ب 9 نعمل بلس اديتني 1، 1 تايم 3 ب 3 نعمل بلس اديتني 0. ادام اللي فوق كانت ثيرد يبقى اللي تحت هتبقى سكند. طيب بعدين باور 2، يبقى دي كده هتبقى x باور 2 بلس 3x بلس 1، ادي x باور 2 بلس 3x بلس 1، ادي ده راح مع ده. طيب بعدين يا مستر نشيل ال x ونحطه مكانها 3، 3 باور 2 بلس 3 تايم 3 بلس 1 اوفر 3 بلس 3. على الكالكليتور لقيت الانسر راح رايح طالع لي 19 اوفر 6، 19 اوفر 6. طب السؤال اللي بعده، 3x باور 2 ماينس 5 3x باور 3 ماينس 5x باور 2 ماينس 3x بلس 2 اوفر x باور 3 ماينس 8. اشيل الاكس واحط مكانها 2 اديتني 0 اوفر 0 ان سبيسيفايد كوانتيتي. طيب ادي الاكس تندس تو 2، اللي تحت ده عباره عن ايه؟ براكت صغير وبراكت كبير. كيوب روت للفيرست باكس ماينس كيوب روت للسكند ب 2، الاولاني تايم نفسه ب اكس بار 2، النيجاتيف بتبقى بوزيتيف، الاولاني تايم التاني ب 2 اكس، التاني تايم نفسه ب 4. طيب اللي فوق ده والله يعني ممكن نفكر، بس يعني هي لونج ديفيجن دي اسهل طريقه. فانا اروح رايح اعمل ايه؟ البراكت اللي انا بعمله ادي اكس ماينس 2، اخد ال 2 هنا وادي دي سيرد. الكوفيشنت في الاكس بار 3 ب 3، كوفيشنت اوف الاكس بنيجاتيف اكس بار 2 بنيجاتيف 5، كوفيشنت اوف الاكس بنيجاتيف 3، الابسولوت ب 2. نروح عاملين ايه؟ عاملين دروب داون لل 3. طيب 3 تايم 2 6 بلس اداني 1، 1 تايم 2 ب 2 بلس اداني نيجاتيف 1، نيجاتيف 1 تايم 2 بنيجاتيف 2 اداني 0. ادام دي سيرد يبقى دي مالها سكند. يبقى 3 اكس بار 2 بلس اكس ماينس 1 ده يروح مع ده،
اللي اتبقى ده بشيل الاكس بتاعته واروح حاطط مكانها كام، واروح حاطط مكانها 2. لقيت الانسر اداني 13 13 over 12 13 over 12.